أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عالم الغيب والشهادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عالم الغيب والشهادة هو الرحمن. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الصلاة ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلك يوعظ به من كان يؤمن بالله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أتبون سمني ويسرين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تتقون. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. ماذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. والذين يتوفون منكم ويذرون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قالوا وما لنا ألا نقاتل ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا تقاتلوا في سبيل الله قالوا وما لنا ألا تقاتلوا خطأ
قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله فلما كتب عليهم قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله فلما قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. صحيح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما لكم كيف تحكمون ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. استعد يا حبيبي. أو أمر بالتقوى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى أرأيت إن كذب وتولى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى وسيجنبها ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديا سندع الزبانية كلا لا تطيع واسجد واقترب بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جائلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل وعهدنا
عهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَأَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَعِ السُّجُودِ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ والركع السجود وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من وإذ قال رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من أهله وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا باردا وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات وإذ قال رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا كرر كرر مانا 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 إن شاء الله.